دلوقتي حضرتك بنعمل حاجة جديدة، احنا بنعمل ملتقيات توظيف مصغرة، بنجمع مجموعة من الشركات اللي هم ياخدوا معانا ويتعاونوا وياخدوا ذوي الهمم وبيقعدوا تحت رعايتنا عشان نكون مسؤولين عنهم وملزمين بتنفيذ الاتفاق اللي تم قدامنا ده. فاحنا النهارده موجودين معانا 4 شركات خدوا 25 من ذوي الهمم ذكور واناث على مهن مختلفة. عندنا شركات تعاونت معانا مستمرين في تنفيذ ده بدعم معالي السيد اللواء. زيارته لينا النهارده في المديرية انا شايف انه ده حدث تاريخي وعيد للمديرية، مش بالمبالغة، لا ده بالفعل وجود معاليه وسطينا وان هو يسيب كل اعماله ويبقى موجود وسطينا ويشوف الحدث بنفسه، ده حاجة احنا نوعد سعادته ان احنا هنستمر مش هنشغل بس الشباب، لا ده احنا كمان هندرب اي حد من ذوي الهمم عايز يتدرب، احنا مستعدين ندربه على المهنة اللي هو عايزه اللي هو عاوزها بأي عدد. معالي الوزير حسن شحاتة ادانا استثناء ان احنا نشتغل على التدريب غير الخطة بتاعتنا، في استثناء احنا موجودين عشان ندرب. وكمان في حاجة تانية، بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان احنا بناخد الشباب بنعرض عليه المشروعات، الجهاز بيدربه، الجهاز بيعرض عليه الفرص، الجهاز بيموله، كل دي خلق فرص جديدة، مش تشغيل بس، لا ده تشغيل وتدريب وكمان تمويل بالتشبيك. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لمديرية القوى العاملة بقى اللي هي دلوقتي أصبحت مديرية العمل، تمام، في أسيوط، ومدير المديرية وكل الناس، مديرين الإدارات اللي موجودين والناس الموظفين والعاملين والإداريين، هي جزيل الشكر ليهم على ما قدموا خلال الفترة السابقة في توفير وظائف بصفة عامة وبصفة خاصة ل أبنائنا بقى وبناتنا من أصحاب ذو الهمم، بل إن فعلا الناس دول في قلبنا من جوه في قلب الشعب المصري كله. فحقيقي لازم نقول إن في جهد مبذول من مديرية العمل خلال الفترة اللي فاتت، سواء كان في تنظيم الفعاليات والملتقيات لفرص توفير فرص العمل لكافة أبنائنا وبناتنا في المحافظة، وبصفة خاصة زي ما قلت لأصحاب القدرات الخاصة من ذوي الهمم، لأن هذا الموضوع مهم جداً.